خطوات تقطعها ليلى مع والدتها رفيقة دربها في الحياة. حياة لم تكن سهلة، لكن التفاؤل مكنها من الحصول على درجات علمية لا بأس بها. ماما طلقة جابتني في كرشة 7 شهور، وهي وانا في كرشة 7 شهور عشت عم في جدي، كنت نقرا ومن بعد وصلت للترمينال. السنة الدراسية تاعي كانت في النهائي، تحصلت على دبلوم في السكرتارية وفي الإعلام الآلي. من هذاك الوقت كنت نخدم في الشبكة الاجتماعية 12 سنة وأنا فيها. الحالة الاجتماعية لليلى لم تكن مشكلا لديها، بل كانت دافعا لرفع راية التحدي ضدها، إلا أن كل هذا تباطأ بسبب مرض أصاب حبيبتيها. بدأوا يلاحظوا فيا كي نجي نتفرج في التلفاز، كي نجي نتفرج دايما راني مقدمة ليه الخدمة، لها راني حكمتها شوية شوية، هو العائق تاع عينيا اللي ضيع لي. ما نقولوش ضيع لك المستقبل، بصح كان تقريب بالتقريب عطلك في الحياة المهنية تاعك. بالفعل يعني بدا الوضع تاعي يزيد من عام لعام، خاصة في الفترة المرحلة الأخرى هذه، هي العين اليسرى كاينين مناصب هكذا براتب مليح، وذاك هذا العائق اللي تاع عينيا خلاني نضيع فرص بزاف من عينيا. المشكل تاعي هو في العين اليسرى، راهي الحل الوحيد ما لقيت حتى حل. كي درت لي العلاج تاعي لازم لك العلاج تاعي، قالت لي في فرنسا في بوردو. واش هي درت لي؟ قالت لي ما كان حتى حل، ما هذه اللي منبه ما تعيش عدسة تاع العين اللي منا راهي شاده، هذه راهي دارت لي زوج هاو، والدليل هاهو العين اللي صراها هذه الاولى عاد ما تحكمش العدسة. العين اللي صراها عاد ما تحكم ليش شحال من عدسة راكي دايره؟ زوج عدسة دارت لي هنا في العين اللي صراها، العدسة الصغيرة بات، العدسة الكبيرة العدسة اللي صرا هذه عاد تجرحها. دارت لي حل الكبيرة، قالت لي بس ما قالت لي بات غطيها صحة، بات عاون العين اليمنى صحة، رغم انها دارت لي زوج عدسات في العين. بصح الوضع نزال شوية، هو ساعة ساعتين طيح لي، نولي هكذا نحاول بها نطلعها تحكميها ما نقدرش، ولكن النهار ما نكملوش تولي تحمر لي سوجانين حتى ملي به نحيها انت ما لازمش نولي نمش. ولا كان نحيتهم في زوج يعني صراحه تصدقوا بربي ما نشوفش اصلا، كي ندير هكذا والو عييت نجري داويتها بالشي اللي قدرت عليها، طلبت من عند الناس يعاونوني الناس، كاينين حباب الله ماشي ما كانش كاينين، صافي كي في حولات في حاجه صعيبه اللي جاب عندي الحال بزاف بزاف اللي هي العمليه. نطلب من يعني ان شاء الله نلقى ناس يعاونوني برك من جهه ربي. أحلام ليلى بسيطة تتلخص في شفائها لتعيل والدتها وعيش حياة كريمة.